السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم من مكة المكرمة وتغطية لربيع مكة من جديد. ما شاء الله تبارك الله، نشاهد صور جميلة في ربوع مكة المكرمة وهذه المناظر الخلابة والجميلة لربيع مكة المكرمة، الربيع الجميل في رحاب مكة المكرمة. تقريبا نحن الآن في جنوب المسجد الحرام، ونبعد عن الحرم المكي الشريف تقريبا 15 كيلو. ما شاء الله تبارك الله،